عيب مميز. انا بتكلم على احمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، واحد من اللاعبين اللي اثبتوا كفاءه كبيره خلال الفتره اللي فاتت. يا كابتن احمد مساء الفل والف الف مبروك. ابراهيم حبيبي ربنا يخليك، الله يبارك فيك. لا اصحى كده، ده احنا ده فرحه ودوري ودنيا، ده موضوع. طبعا طبعا. بطوله الدوري رقم 13، وبتهيألي دي البطوله الاولى بالنسبه لك، الفوز ببطوله الدوري مع الزمالك. كيف تشكل لفتوح بقى، يعني بتمثل لك ايه في توقيت زي ما بنتكلم كان دوري صعب مش سهل والمنافسه فيه كانت شرسه؟ يعني فرحه كبيره طبعا، اول دوري في نادي الزمالك، نادي كبير طبعا، والدوري حاجه طعم تاني، وبالذات لما يبقى المنافسه للاخر مع المنافس بتاعك. الحمد لله قدرنا نمشيها خطوه بخطوه وخدنا الدوري الحمد لله، وان شاء الله السنه الجايه باذن الله ناخد الدوري والكاس كل حاجه ان شاء الله، وافريقيا اهم حاجه. الاحتفالات كانت في المنطقه في الاميريه عامله ايه؟ لا في مدينه السلام. في مدينه السلام كانت عامله ايه؟ ولعت الدنيا، ولعت. لا ما فيهاش تهريج بقى، ده بطوله الدوري. طبعا. فتوح عايزك توجه رساله لجمهور الزمالك دلوقتي اللي بيشوفنا واللي سمعنا. طبعا جماهير نادي الزمالك على طول دايما في ظهرنا، وفي الحلو وفي الوحش وفي كل حاجه بصراحه، فدي اقل حاجه نقدر نقدمها ليهم الدوري. وان شاء الله نوعدهم السنه الجايه باذن الله ناخد الدوري وناخد افريقيا وناخد الكاس وناخد كل حاجه ان شاء الله، عشان نقدر نفرحهم، عشان هم يستاهلوا كده. ارتفاع المستوى السنه دي وتالق فتوح سواء مع الزمالك ومع المنتخب اسبابه ايه؟ الاعاره فرقت معايا طبعا مع كابتن حسام حسن وكابتن احمد سامي بعديه، ففرقوا معايا كتير بصراحه. ليك واحد من احلى الاهداف السنه دي قدام سموحه اعتقد لو مش خايبه الذاكره. ايه الجول ده بقى، احكي لي عنه شويه، لان انا بيتهيألي انت لو بالنسبه لك بطوله الدوري دي هيبقى فيها لقطات مميزه بخلاف كمان الفوز ببطوله الدوري، بيتهيألي هيبقى الجول ده. طبعا طبعا هدف جميل طبعا، فرحت جدا ان انا جبته. بسال حد يعني من اللعيبه بغض النظر مش هقول لك اسمه ايه يعني، ماشي، بقول له مين احرف لعيبه فتحت الهوا نسي يقول اسمك، فبيقول لي فتوح محمود عبد الحكيم عشان بس ابقى امين. ده حبيبي، ده حبيبي. فراح قال لي ايه، قال لي فتوح جامد قوي في الخماسي، لعيب حريف قوي. عايزين نشوف بقى الشغل الجامد ده كمان بزياده في الملعب ان شاء الله باذن الله. يا فتوح الف الف مبروك، ودايما موفق يا حبيبي. الف الف مبروك حبيبي.